ايه الغريب في كده يا متر؟ دي ثروتي وانا حرة فيها. الله، لا انا في كامل قوايا العقلية، ودي ثروتي لان انا عايزة اديها له. انا هكتب كل ما املك ليهم، للكلبين روي وريكس. شكرا، مع السلامة. عارف يا ريكس، عارف يا روي، من بعد ما المرحوم المنوفي مات وانا فقدت الثقة في كل البشر، وعشان كده انا حبيت الكلاب. عمري ما هلاقي في وفائكم ولا في اخلاصكم، واحنا عمرنا ما هنخذلك. وعشان كده انا غيرت وصيتي وكتبت كل ثروتي وما املك ليك يا ريكس واخوك روي. يعني جولفة هند هاني من منوفي ورثت ثروة المنوفي بتاع الأساتك، هتسيب لكم كل ثروتها بالكامل في وصيتها، صح كده؟ تمام بالظبط. عايزين مننا ايه بقى؟ لا يا فندم، اصل في تفصيلة صغيرة جدا، الأسامي اللي موجودة في الوصية مش أسامينا أصلا، لأن هي أصلا ما تعرفش أسامينا الحقيقية. سهلة، بكرة الصبح السجل المدني نغير أساميكم. الأول هي فاكرة أساميكم الأول كانت إيه؟ هي فاكرة إن أنا روي وريكس بومبا. العكس، بومبا ريكس. بومبا ريكس. وده بقى بياخدنا لتفصيلة كمان. انا يمكن كنت شايل التفصيله دي للاخر خالص لان احتمال تغير مجرى القضيه. انا بطاقتها وقعت في ايديا بالصدفه، هي ما اسمهاش جولفة هند، هي اسمها جولفن. فانا مش عارف بقى هل ده اسمها الحقيقي ولا ده النوع جولفن ريتريفر. هنشوف الورقه. وده ياخدنا بقى لتفصيله كمان، وهي اصلا انها فاكرانا احنا اتنين كلاب. سهله، احنا نجيب كلبين يكونوا مصدر ثقه ونقول ان هم اسمهم ريكس وروي، يورثوا، وبعد ما يورثوا يكتب لكم كل حاجه ونبقى راضيين باي حاجه. يا متر، بس الكلاب دي لازم نبقى مالين ايدينا منهم كويس قوي، يعني مضي لهم شيكات كمبيالات، لان انا خالتي قبل كده كانت مسلفه كلب ولما رفض ان هو يرجع الفلوس ما عرفناش نعمل معاه حاجه، ما كانش ماضي شيكات. ده بوشكاش، بوشكاش نبيل اللي هو الكلب القصير لو تفتكره. عارف انه محبوس دلوقتي يا راجل؟ اه، بيقول لك تبديل مفروشات، كسر الشقه على طليقته وراح مهوهو عليها بالاب والام وراح منتش في الكنب وجاري. ده اخره البرشام بقى. بعدين يا ابني كلاب ايه اللي هتمسك قلم وتمضي؟ انت هبل، هنبصمهم طبعا. بصمهم ايه كده يعني؟ لا كده، البط بيبصم كده. كلاب اتني صوابعك سنه ايوه كده، كلاب تبصم كده كده. ها، انسوا بقى البصمه والبطه والكلام ده كله، سهله، لان اللي هيخلص القصه دي الكلب بتاعنا. الكلب بتاعك ايه؟ من خلفتك يعني؟ الكلب بتاعي انا اللي مربيه في البيت عندي. ماشي يا متر، بس وحيات ابوك يا شيخ تستعجل الموضوع ده عشان احنا مستعجلين جدا. وايه اللي خليكم مستعجلين؟ ما انتوا كده كده مش هتورثوا الا لما هي تموت. ربنا يدينا ويديكم بقى طولة العمر. عايزين مني حاجه بمقفل؟ لا لا اتفضل. السلام عليكم. مش هنورث اللي ما هي تموت؟ لا 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 لا، اكيد مستحيل نعمل كده، طبعا مش هنعمل كده. لا ايه يا ابني، انا قلت حاجه؟ انت اصلك بتبص لي بصه كده مش فاهمها. ايه، انا ما قلتش حاجه، انا ببص بصه ذات مغزى. تموت؟ لا 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 لا، ايه يا ابني، والله حاجه مش هنعمل كده.